السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. اليوم عندنا تعليقاتكم، راح نقرأ تعليقاتكم بشكل عفوي مباشر كذا، نشوف التعليق نقرأه ونرد عليه بطريقتي الخاصة وبكل عفوية. طيب، هذه سلسلة موجودة في قناتي من زمان، من يوم ما بدأت القناة أنا أقرأ تعليقات المتابعين وكذا. عموما بس أنا وقفت السلسلة لفترة طويلة جدا 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 بسبب إنه رأيت إنه بعض البزران، معليش على اللفظ، لكنهم بزران، يدخلوا مقطع يسبني عشان آخذ تعليقه وأطلعه في الحلقة ويروح يقول لأخويا سبيت احمد واخذ، فهمت يعني؟ بيطلع زاحف قدام اخويا، فقلت ليه ما نبي نعطيهم، فوقف. وفعلا بعد ما وقفت تقريبا السلسله كنت مستمر عليها، كل دائما كل اسبوعين انزل حلقه. بعد ما وقفتها نهائيا التعليقات السلبيه قلت بشكل رهيب جدا، فراح نسويها كل فتره طويله جدا. اوكي، لا تنسون ابدا ودائما تضغطون زر اللايك يا جماعه الخير بدايه المقطع، وعطنا التعليق الاول. احمد كومبارت يقول: احمد انت ضربت راسك مرتين، انا طبيب، انصحك ما تكرر هذا الشيء بسبب انه بضربه واحده دمرت 100 خليه في دماغي. Oh my god، بالله من جدك تكلم؟ ايش المعلومه الكيس هذه؟ كيس معلومه سمعتها في حياتي، لانه يطول عمر السلامه لو فعلا، انه لو فعلا ضرب الراس يقتل خلايا المخ كان تحصل نص سكان الكره الارضيه ميتين دماغيا ويتعالجون في مستشفيات الامراض العقليه، ومنهم اولهم لعيبه كره القدم اللي يجيك نوط ويهبد الكره براسه دج لين يجيك صداع. لا تكيس يا احمد كومبارت. لانر علي يقول: ليش ما فيه موسيقى او موسيقى؟ ما ادري هو كاتبها بالتاء هي بالالف المقصوره يا سيدي الفاضل. عموما انه في شعب هنا كذا لا جاء رمضان حب انه بغض النظر عنه حلال وحرام، طيب بس هو لا جاء رمضان قال لك احنا ما نسمع الموسيقى لانه يعني ما يجوز، واحتراما للشهر الكريم، فهمت؟ فعشان احنا ما يصير لنا تصادم مع المتابعين الحبايب وزي كذا، قررت اني اوقف الموسيقى الى نهايه رمضان، بعدين نرجع مره ثانيه، لكن ممكن نحط في بعض المقاطع حاجات بسيطه يعني. زي اي ايديه يقول: هذه مو المره الرابعه، هذه المره المية تعلن لمتجر عزيز سوق امها. نعم صحيح كلامك، بس انا ما وضحت وصراحه تكاسلت اني ارجع اضبط الاعلان، هو مو المره الرابعه، الشهر الرابع. فلو سمعتوني اقول المره الرابعه معناه انه الشهر الرابع، والله من زمان بقول لكم، بس انا اسف، الحق علي، الغلط علي. محمد احمد يقول: صراحه مستواك طايح. طيب من قال انه مستواي اصلا مرتفع من زين؟ يعني ما ادري مين اللي قال لكم احمد الفتيت الذي. مازن عمر يقول: احمد سوي مقطع واشرح فيه كيف نزلت طور كاس العالم. بالله من جدك؟ يا اخي تحديث ينزل وخلاص. اسماعيل احمد يقول: يا واد انت ساكن في وادي جليل؟ لا اصلا ليش تبي تعرف؟ هنا الرجال طيب هذا اي او او يقول: تسوي اعلان لمتجر وتروح تشتري بوينت هنود حنه. والله شوف يا طلع مسلم، هي في طريقتين انك تجيب الكوينز، طيب يا انك تشتري بوينت ومن البوينت هذا يطلع لك كوينز، او انك تشتري كوينز مباشره. اوكي، انا اخترت طريقه البوينت. اوكي، فلوسي زايده، انا انسان بحرق فلوسي. عند امك شيء لا حول. يقول: هنود حنا، ترى في هنود عباقره واذكياء ولهم يعني سبب في تطور هذه البشريه، وممكن اصغر هندي يكون اذكى منك، فانتبه يا. هسافة سمايل يقول: متى تحلق شعرك؟ انا تقريبا وصلت 90,000 الانستغرام، اذا وصلت اليوم 100,000 يعني اليوم 100,000 وصلت، اوكي بحلق. عمر الدوسري يقول: ريال مدريد اقذر نادي بالتاريخ، هلا شكير هلا تحكيم. وش معنى شكير؟ جمال غامدي يقول: هذه ما هي ردة فعلك على المباراة في وقت المباراة، هذه ردة فعلك على الاعادة. اجيب لك المصحف الان واحلف لامك ذحين ولا كيف؟ ميس ال يقول: هذا اقصد يقصد ميسي ولا؟ ميس ال يقول: واضح ردة فعلك غير حماسية. الثالثة عشرة جت تقول لي اعتقد انه خلاص تشجيع كرة القدم يعني يصير تحت سن معين، حلو؟ يعني واحد يصير كبير يصير فاهم عقله ناضج بعدين يتابع كرة قدم، عشان ما نشوف تعليق زي كذا يا اخي. قعدت ساعة كاملة الله يهينك عشان تكتب لي الكرة الاسبانية عار؟ الكرة الإسبانية عار. طبعا انت شايف المباراة ومطلعها باليوتيوب وسوي ردة فعل، ردة فعلك مصطنعة واضحة يا اخي. اوكي مصطنعة نصطنع، ايوه اوكي خلاص. يقول: احسك دخلت اليوتيوب متقمص شخصية المدريد عشان المشاهدات، ولا احسك متابع كبير لكرة القدم. ايش فمهم تحريات كلب اليوم؟ علوش 98 يقول: يا اخي انت انثى مسوي شعرك هيك، احمد ربك انك رجال. ايش في؟ دقيقة اصبر ثواني، الحين انا انثى واحمد ربي اني رجال؟ كيف؟ كيف يا اخي بالله كيف؟ ولا الضرب منها مطول شنبك؟ اقول احلقها وحط ماسكرة روج احسن، خلي الواحد يشتم برمضان. جزاك الله خير والله، جزاك الله خير انك قدرت رمضان وما شتمتني. وبين انه ملخص يعني عارف نتيجة المباراة.
رجال طيب هذا يقول مبسوطين على فضيحة مشجعي نادي العار، لو راموس الحقير ما تسبب بالإصابة متعمد ما كانت هذه النتيجة، وكان الليفر اللي فاز. يمكن يمكن انت قلت يمكن، يعني انت ما يمديك تجزم انه حتى لو استمر محمد صلاح والله كاتب انه ريال مدريد يفوز كان فاز ريال مدريد، اما انك تجزم جزم كامل انه لو محمد صلاح ما انصاب واستمر في المباراة كان فاز، لا ما يمديك. هل تعلم الغيب؟ هل تعلم الغيب؟ لا. جذاب ابن 60 جذاب، تمثيل في تمثيل، ناس مريضة تدور على الشهرة على الفارغ. على فكرة شفتك بالصدفة هنا، طب يجاب امك بالصدفة امشي. نكد علينا بتعليق خياس، ليش ناس ما تستحي يا شيخ قسم بالله، ليش هيك بتتمايع؟ وين التمايع اخوان؟ انا تمايعت قبل كذا، انتم تبي تشوفون رجال ولا المشكلة؟ ودي اجمع البزران ذو والله العظيم. خلاص خلي الاطفال يقهر. متصنع والله شايف المباراة وجاي يتصنع بالفيديو. يقول ترى الكوكب كله يعرف انك تتصنع، بليس وقف. خلي سوي لهم، انا ايش سوي للكوكب؟ ترى ما ضربت حساب الكوكب امك. ابا اكمل انزل مقاطع بتصنع عند امك شيء؟ ترى في حلقك يا احمد انت وشعرك ريال مدريد يا اخوان، ليش تدخلون الشعر كل شيء؟ رمزي يقول 3 مرات اقابلك وش الحل معك؟ تعال سلم. اخبارك يا احمد شو مسوي؟ تراني حبيبي. شوف تراني الان قاعد اقرا التعليقات السلبيه، ولا انا طيب يعني كويس وحبيب مره، بس اقرا التعليقات السلبيه فلازم نجلد اللي يكتب لي شيء سيء علي سيء، فاهم؟ ولا تراني والله اني احبكم يا عيال، والله العظيم اني احبكم، احب الناس اللي تكتب لي تعليقات ايجابيه، تعليقات محفزه، انتقاد، انتقاد بناء، انتقاد من اجل الاصلاح، بس التعليقات السلبيه يا اخي هي الفله، هي اللي لها طعم يا ولد. يقول عمال تشتم في راموس اللي من غيره ما حققناش في القاب كثيره كانت ضاعت، انا مصري وما شتمتوش، دي كره القدم وطبيعي يبقى في خشونه في كره القدم، وبعدين ما كانش متعمد خالص على فكره، اقسم بالله العظيم انه اول مصري الان اشوفه يكتب تعليق بهذا الشكل. اي مقطع ابو ماجيك كذابين، اي كلنا كذابين انا ابو ماجيك، لا خلت تابع يا اخي ايش فيكم انتم؟ لا تتابع خلاص احنا كذابين. علي يقول انت مدريدي قذري احمد، انت خائن للعرب والاسلام، ازاي ما تشجعش صلاح ورمس ابن الست وحط لي مربعات ويعني سبه يعني مره وسخه، دخلت كره القدم في الاسلام والعرب؟ لا اله الا الله يا اخي، انا ما ابغى اشجع صلاح، انا ما ابغى اشجع صلاح، انا احب صلاح وانا كنت متعاطف معاه لانه عربي، لكن في الاساس ترى ما هو واجب علي، ترى ما هو واجب علي اشجع صلاح ولا واجب علي اني انا اتعاطف معاه لانه عربي ولا ذا، ما امي دخل فيه يا اخوي، انا بشجع مدريد، صلاح انصاب والله زعلت عشانه، لكن في الاخير تبغاني اشجعه عشان انه عربي؟ لا كفى يا مخ. أطفال كرة القدم صحصحوا شغلوا مخاخكم. كل السعوديين فرحانين عشان محمد صلاح انكسر بعد أقولك بيلعب كاس العالم، مو صحيح، احنا كمشجعين سعوديين عشان صلاح ما يجي شقنا في كاس العالم؟ لا والله أنا أبدا ماني فرحان، بالعكس والله ماني فرحان، وعلى فكرة صلاح ترى راح يلعب، راح يتشافى بإذن الله وراح يكون أساسي ضد منتخبنا. مجننهم الجهني يقول أنا عمري 14 أحسن منك أقتل فوق 11. مسلم بالحر ومنفس بس شفت مقطعك وروقت دوم يا رب حبيبي. اي والله الناس اللي تكتب تعليقات حلوه. يقول انا اشوف تقعد على فيفا وتكنسل فورتنايت واتمنى تحذف اللعبه مره واحده، واتمنى اني ما اشوف تعليقك مره ثانيه لاني حلعب فورتنايت وفيفا وكل شيء احبه. طيب والله مستواك بيض صار، والله ما ادري هو متى صار كويس يعني. يقول غثتونا في اللعبه الخايسه ذي، يقصد فورتنايت، اعلن حظري لكل الكومنتاتر العرب، مع السلامة. لازم تعرف يا عزيزي المتابع انك اذا رحت انت يجي 1000 غيرك، في سواء في قناتي ولا في قناة اي واحد ثاني. قول يا ابو شوال المقطع فيه كمية صياح، الله يجيرك، المقاطع الجاية بلا صياح ارجوك. اللي ما يبغى صياح يا شباب لا يتابعني نهائيا، لان انا كل مقاطع فيها صياح. اوكي انا كذا شو اسوي؟ المهم يا جماعة الخير اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع، لا تنسون تضغطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت، تشترك اذا ما كنت مشترك في القناة. سلام.